السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم ربي بالخيرات والمسرات ومرحبا بكم في همسات. الله أسأل بأسماء الحسنى والصفات العلى لي ولكم القبول، وأن يجعلنا وإياكم في رفقة الرسول عليه الصلاة والسلام. قصة مرت علي قبل أكثر من 15 عاما، من القصص العجيبة المؤثرة في حياتي، ولها بصمتها علي إلى الآن. اسمعوها. قبل انطلاقة وسائل التواصل الاجتماعي وما يسمى بالسوشيال ميديا، كان أكثر أمورنا في التواصل الرسائل النصية ورسائل الوسائط. فأذكر يوما من الأيام بدأت تأتيني رسائل عبر الوسائط، لأنها رسائل كانت طويلة، رسائل جميلة فيها من العلم، فيها من الحكمة، فيها من التأثير. فكنت صراحة أستفيد منها في بعض طروحاتي الدعوية والإعلامية، ولا أدري من هذا الرقم غير معروف لدي، والذي يرسل بدون أن يعرف بنفسه. فدب فيني الفضول، أريد أن أعرف من هذا. فأرسلت: من الأخ؟ كرما عرفني بنفسك. فلا يرد، لكن رسائل الوسائط تلك الجميلة المميزة المؤثرة مستمرة. فأرسل إليه: من الأخ؟ من الأخ؟ لا يرد، لكن كما قلت لكم تلك الرسائل الجميلة المميزة مستمرة. فأرسلت: أقسم عليك بالله العظيم أن تخبرني من أنت. فأتى الرد: وما ينفعك وما يضرك أن تعرف من أنا؟ أنا أخت لك في الله، مصابة بشلل رباعي، وأصبت بالسرطان، فتعالج لك لم ينفع، فأخبروني أنني لن أطول في هذه الحياة. تقول: فأيامي قليلة في الدنيا، فنظرت: ما العمل الذي ينفعني الآن ويستمر نفعه علي بعد الموت؟ تقول: لم أجد مثل الدعوة إلى الله، وظيفة الأنبياء والمرسلين. تقول: لكن أنا مشلولة ولا أتحرك، حتى الرسائل يظهر أن أختها كانت تكتبها لها في الجوال، فأنا مشلولة ومقعدة. تقول: فما وجدت إلا وسيلة أن أبلغ أحد الدعاة فيبلغ، فاخترتك من بينهم، وهذا فضل علي من ربي وحسن ظن منها. تقول: فقلت أبلغك فأنت تبلغ الناس. حزتني أنها وهي في هذه الحالة مشلولة وأيضا مصابة بسرطان، حرص على الدعوة إلى الله عز وجل، بل حرص على طاعة رب العالمين، بل أنها لم تصل لمرحلة الجزع أن أيامها قليلة في هذه الدنيا، فأحبت أن تستغل كل دقيقة وكل ثانية في حياتها. واستمرت تلك الرسائل، استمرت فترة وجيزة ثم انقطعت. ماتت، توفيت رحمها الله، توفيت بعد أن أعطتني دروسا في الدعوة إلى الله عز وجل، في استغلال الأوقات، في الصبر، في الرحمة، في البذل والعطاء. وأنا أقولها لكم أيها الأحبة، ونحن في هذا الوقت الذي فعلا نحن بحاجة فيه لكل مسلم أن يكون داعية إلى الله عز وجل. أنت وأنت، أنتم دعاة إلى الله عز وجل. لا تقول: والله ما عندنا علم، والله ما تقول: والله ما عندنا، ما حفظنا المتون. والله إنكم تملكون أعظم وسيلة إلى الدعوة إلى الله عز وجل كل مسلم يمتلكها. ما هي؟ إنها الأخلاق، المعاملة الحسنة، إبراز محاسن هذا الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن دول عظيمة وأمم دخلت في الإسلام بسبب الأخلاق، فقط أخلاق التجار، يعني جزء من الأخلاق. فأيننا من الأخلاق هذا الدين الحنيف، أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام؟ الرحمة، الصدق، الوفاء، البذل، الإيثار، التضحية، إلى آخره من الأخلاق العظيمة. يا أخوان، بعض الناس أسلم لأنه فقط وجد من أعطاه لقمة، ولا أعطاه موية بريال، ولا تبسم في وجهه، ولا هداه كتيبة. تعملتم؟ ما أبسط الدعوة إلى الله عز وجل. فلنحرص على هذا الباب العظيم من أبواب الدعوة إلى الله، وأيضا من أبواب الاستزادة من الأجور العظيمة.
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله قبل ذلك قال جل وعلا: ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن يعني لا أحد أحسن. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلبي ويصلح قلوبكم وأعمالنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين.